أنا إنسانة يعني أحب العزلة، وكنت منعزلة سابقا سبحان الله، لكن بعد دخول الإعلام يعني انفتحت على العالم الآخر. حتى من كنت مذيعة إخبارية كنت منعزلة يعني عن العالم الخارجي، لكن بعد تقديم البرنامج أنت، هذا البرنامج برنامج اجتماعي ميداني، قربك من الناس أكيد. يعني اليوم مع المواطن بالشارع، يعني أغلب اهتمامات الناس أنا معهم، فهذا الموضوع زرع عندي هذا الحب الاجتماعي المجتمعي مع الناس. أتصور صرت أكثر حيوية وأكثر تعايش مع الناس. إيه، لكن أنا أحب العزلة. يعني اليوم من تتركني بالبيت، أنا بعد أنهما أدي مهامي مع أولادي وغيره، أحب أنعزل في مكان.